أعظم الفوائد شهواتك التي ملأت قلبك ومحرماتك التي أصبحت تكبت داخلك، إذا هجرتها لأجل الله أصبحت من أعظم المبغوضات إليك وأصبحت لا تعني لك شيئا. لكن هذا ينال بالله، لا بنفسك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بإرادتك، وإنما من عند الله وحده. وأنت تقرأ: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم لما ذكر الله هذه المناقب والعطايا منه قال: فضلا من الله ونعمة. ما لا ينال بالله لا ينال، وما لا يرجى من الله ينقطع، وما لا يطلب من الله عز وجل لا يحصل. فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فكل شيء معه. اللهم ارزقنا خشيتك وحبك.